بداية أود أن أؤكد بأن أي مبادرة لحل الأزمة الليبية تعتمد على استخدام القوة أو الخداع أو تمرير مشاريع باستعانة خارجية ستفشل وستعيدنا للمربع الأول. هذا الملتقى وهذا الحراك الوطني جاء ليؤكد بأن العدالة الانتقالية الحقيقية هي الطريق للمصالحة الوطنية، وكل التجارب في العالم لم ولن تتحقق المصالحة الوطنية بدون عدالة انتقالية. أما مشاريع المصالحة الالتفافية ستعقد الأزمة، ستطيل الوقت، ستمكن للظالم ولن تنصف المظلوم.